أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام من جديد، وسنحلق في رحاب المسجد الأقصى وأكثر ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يعني طائرة بيتكم عامر لا يمنعها حدود ولا يمنعها كيان صهيوني أن تصل للأقصى والقدس. وطبعا فيديو رح نتابعه مع بعض تم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حجة مقدسية تصرخ في وجه جنود الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك. خلينا نتابع مع بعض هالحجة، ما أطيبها وما أحلاها. واللي بيحكي حاجة غير هيك يروح ينقلع، يروح على بلاده، من وين هذا يروح؟ هذا الأقصى لنا، وهيك غير هالحجة فات. فاهمين أنتوا إياه؟ فاهمين؟ وطوالا بتستقروا مع اليهود، مع الصهاينة والمتطفلين. هي عليكم، حجة مرابطة في المسجد الأقصى، الله يقويها ويمدها بالصحة والعافية. ورح نشوف أيضا عندما تقول هل يظنون حقا أننا سنترك الأقصى. خلينا نتابع مع بعض. جاي ابن الخطاب وبإيده يفتح الأبواب، بناء بقلوبنا يا أقصى، ما انت وحيد، سيدناك قلوبنا، سيدناك قلوبنا، عنك والله ما نحيد، انت سراج دروبنا، انت سراج دروبنا. وما أجمل المرابطات والحجات اللي قاعدين بيرابطوا في ساحات المسجد الأقصى وبيغنوا وبيهتفوا وبيكبروا، يعني ما في أجمل من هيك. وبنشعر دائما بوجودهم إنه الأقصى بخير، الله يديمهم ويقويهم. ويعني على مرأة من الكيان الصهيوني واقفين الاحتلال وعم بيشاهد وبيتابع قديش فعلا حتى الحجة الكبيرة قوية بمكانها، قوية بصوتها، قوية بمرابطتها في المسجد الأقصى. رح ننتقل لفيديو آخر، تكبيرات المبعدات عن المسجد الأقصى في شوارع البلدة القديمة في القدس. خلينا نتابع مع بعض. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرة على العدو الصهيوني الغاصب، على الغزاة المحتلين اللي فعلا عم يعني بتحركوا للأسف الشديد بأرض مش أرضهم، وبيحاولوا أنه فعلا يستفزوا المواطنين الأصليين أهل القدس والمرابطات والمرابطين، بيستفزوهم بأعمالهم وحركاتهم الاستفزازية اللي فعلا لا طليق ولا ليس لها داع في أراضي مقدسة شريفة للمسلمين الأحرار. خلينا نتابع هذا الفيديو. مستوطنين طبعا يؤدون رقصات استفزازية خلال اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك، الله يخلصنا منهم على خير. يعني الفرق شاسع وكبير بين التكبيرات العظيمة بالله أكبر وبين الهبل اللي عم بيصير بين المستوطنين اللي عم بدخلوا بطريقة استفزازية، يعني بصراحة فعلا منفرة، وبعتبرها أنا بطريقة بصراحة هبلة لما تشوفهم عم بيفوتوا وبرقصوا وليس هناك أي احترام لحرمة المسجد الأقصى. الله المستعان. رح ننتقل من المسجد الأقصى إلى الشيخ الفاضل رحمه الله يوسف القرضاوي، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى يا رب. رح ننتقل له وهو بيحكي قصة، بيقول أجمل قصة حكاها لصلاة المغرب أداها في حياته وبكى شيخنا الفاضل. خلينا نسمع مع بعض. سمحوا لنا أن نصلي
المغرب، نادوا علينا ونزلنا من الايه بتاعه، قالوا لنا يعني نسمح لكم تصلوا المغرب جماعة. وقدمني الإخوة لأصلي المغرب، وكان أحلى مغرب صليته في حياتي. يا سلام، ما لأول مرة بحس بصلاة الجماعة، محرومين حتى كان ساعات يحرموا علينا الجماعة في 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 الزنزانة، وما صلوش جماعة، احنا بنصلي في ساعات مش عايزين حتى نصلي جماعة، فسمحوا لنا أن نصلي جماعة في ساحة السجن الكبرى، وصليت بالإخوة بالربع الأخير من سورة آل عمران: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أشركوا من الكتاب أولي الكتاب والذين أشركوا غدا كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وفيها: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون وبعدين يعني فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا وقتلوا. وأنا أقرأ هذه الآيات ودموعي تذرف إلى أن جئت في آخر الآية: يا أيها الذين آمنوا اصبروا، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إلى أن فرحت والإخوان دموعهم تنهال، وقام الشيخ معنا الشيخ مختار من وعاظ الأزهر وطلب الكلمة يتكلم، وأمين أستاذ فريد عبد الخالق يتكلم، قالوا يتكلم، قلت له أنا لا أريد أن أتكلم، يكفيني القراءة. ثم لم يعيدوا هذه الصلاة مرة أخرى، كانت قوة روحية هائلة، لم يسمحوا أن تعاد مرة ثانية. يعني الله يرحمه شيخنا الفاضل شيخ المسلمين يوسف القرضاوي، وقديش نرى أنه فعلا هناك تضييق على الأئمة والدعاة في زمننا الحالي. ويتحدث الشيخ القرضاوي رحمه الله عن يعني صلاة قد أداها في الزنزانة مع المساجين، وقد كانوا يشعروا في ضيق الحال، وهذا التضييق لم يسمحوا لهم بالصلاة جماعة، وعندما صلوها كم شعروا بتجلي وأن الله معهم، وعندما قرأ هذه الآيات من سورة آل عمران، وكأن الآيات سبحان الله تأتي لتجلي القلوب وتنور القلوب، وهو فعلا حديث مع الله عز وجل. القرآن الكريم هو حديث ليصبرنا الله عز وجل بكلامه الجميل، ويشرح لنا صدورنا بتفاصيل هذه الآيات الجميلة. رحمك الله يا شيخنا الفاضل يوسف القرضاوي، وإن شاء الله الله ينصر الأمة الإسلامية وينصر جميع الأئمة والدعاء الذين هم خلف الزنازين، يمكن محبوسين بلا سبب للأسف الشديد، فقط لأنهم أئمة ودعاء.